سي بي سي إكسترا مصر على مدار الساعة. تحياتي وتحيات فريق عمل اكسترا تايم لكل مشاهدينا ومشاهدين ومتابعينا سي بي سي اكسترا اينما كنتم، وحلقه جديده من اكسترا تايم ومتابعه يوميه لاهم وابرز الاخبار والتصريحات الرياضيه في مختلف الالعاب والرياضات، سواء كانت على المستوى المحلي العربي الافريقي او العالمي. صفحه البرنامج سريعا على الفيسبوك هي اكسترا تايم، لو ليكم اي تعليق ملحوظه او لو حابين تشاركونا باجاباتكم وارائكم على الاسئله اليوميه. وسؤال حلقتنا النهارده اكيد متعلق بمباراه النادي الاهلي وسموحه، واللي انتهت منذ قليل بفوز النادي الاهلي بهدف للا شيء ليصعد الى دور نصف النهائي في مواجهة نادي إنبي، ومن هو نجم مباراة النادي الأهلي وسموحة الليلة في دور الثمانية لكأس مصر؟ حضراتكم شايفين مين هو نجم هذا اللقاء؟ هل سعد سمير؟ من أحرز الهدف؟ أما وليد سليمان واللي بيأدي بشكل أكتر من رائع للمباراة الثانية على التوالي؟ أم طبعا أي حد من لاعيبة نادي سموحة أو حتى الجهاز الفني؟ محتاج أعرف آرائكم سريعا من خلال صفحتنا على الفيسبوك. خلونا ايضا سريعا نروح نشوف اخبارنا الحصريه ايه النهارده. ما هو الجديد داخل المنتخب الوطني المصري لكره القدم الاول واللي بيستعد لبطوله امم افريقيا القادمه؟ وزي ما قلت لحضراتكم كان في طلبات لمستر هيكتور كوبر ان تقام مباريتين وديتين مع نهايه شهر اغسطس او شهر 8 الحالي. ايضا هنتعرف ما هو الجديد في موضوع حسام غالي وهل يعود للمنتخب ام لا. كوبر يضم وليد سليمان لمعسكر المنتخب القادم ويدرس اعاده حسام غالي بواسطه ابو ريده. وعلم اكسترا تايم ان هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر يعتزم ضم وليد سليمان لمعسكر المنتخب القادم بعد تألقه خلال الفتره الاخيره، خاصه خلال لقائي الوداد البيضاوي في المغرب بدوري ابطال افريقيا وسموحه الليله في دور الثمانيه لكاس مصر. في المقابل بينتظر عوده حسام غالي بعد تصفيه الاجواء مع محمود فايز واسامه نبي افراد الجهاز المعاون للمنتخب بعد تدخل كابتن هاني ابو ريده المشرف على المنتخب الاول والمرشح بقوه لرئاسه اتحاد الكره في الانتخابات القادمه. ايضا من اخبارنا الحصريه وقبل ما نخش في اخبارنا المحليه، نادي الزمالك ونشوف ما هو الجديد في مشكله نادي الزمالك مع محمد كوفي مدافع الفريق الابيض واللي هرب لبوركينا فاسو. في بيان شديد اللهجه صدر من قبل مجلس اداره نادي الزمالك ورد عليه ايضا ببيان شديد اللهجه من محمد كوفي والمتواجد حاليا في بوركينا فاسو. الزمالك يتهم مسؤول سابق في واقعه خطاب كوفي المهين بعد التوصل للاعب في بوركينا فاسو، واتهمت إدارة الزمالك مسؤول سابق في النادي بتحريض محمد كوفي مدافع الفريق الهارب ضد إدارة القلعة البيضاء. جاء ذلك بعد الإعلان عن التوصل لكوفي في بوركينا فاسو ومحاولة التوصل لاتفاق من أجل عودة اللاعب وتسوية الأزمة مع الزمالك رغم تصعيد الخلاف إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. واعترف مصدر مسؤول في الزمالك لإكسترا تايم بصعوبة الموقف بعد الهجوم العنيف واللي تعرض ليه اللاعب البوركيني، إلا أنه أكد إمكانية التوصل لحل وسط لا سيما وأن أزمة كوفي في الأساس ليست مادية كما أظهر البعض على حد قوله، ولكنها تتعلق بالأساس بشعور اللاعب بالإهانة داخل القلعة البيضاء. الخبر التالي متعلق بمباراة اليوم، مباراة النادي الأهلي وسموحة واللي تخطاها النادي الأهلي برأسية سعد سمير ليصعد لمواجهة إنبي
في قبل نهائي كأس مصر. وحقق فريق الأهلي فوز صعب على فريق سموحة بهدف نظيف في المباراة اللي جمعتهم مساء اليوم الاثنين ضمن مباريات دور الثمانية في كأس مصر باستاد السويس الجديد. سجل هدف الأهلي الوحيد سعد سمير في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول. بهذه النتيجة يصعد الأهلي إلى الدور قبل النهائي لكأس مصر لمواجهة فريق إنبي. وأهدر لاعبو سموحة أكثر من فرصة محققة، ونجح أحمد عادل عبد المنعم في التصدي للعديد من الفرص، واحتسب حكم اللقاء 4 دقائق وقت ضائع ليهدر مؤمن زكريا فرصة الهدف الثاني وترتطم بالعارضة ليطلق الحكم صفارته، معلنا فوز الأهلي بهدف نظيف ليواجه إنبي يوم الخميس القادم في الدور قبل النهائي لمسابقة كأس مصر. تعالوا سريعا نسترجع تشكيل النادي الأهلي وسموحة للقاء اليوم، وهنبتدي بتشكيلة النادي الأهلي واللي ابتداها مستر مارتن يور في حراسة المرمى بأحمد عادل عبد المنعم. أما في خط الدفاع رامي ربيعة وسعد سمير، واللي ابتدى مكان أحمد حجازي واللي أصيب وهيغيب عن الملاعب 3 أسابيع. الناحية اليمين هنلاقي أحمد فتحي، الناحية الشمال صبري رحيل، حسام غالي وحسام عاشور كالمعتاد في قلب الدفاع. أمامهم وليد سليمان، عبد الله سعيد، وعودة حميدة لعبد الله سعيد بعد الإصابة كسر في الترقوة وغياب أكثر من 55 يوم، ولكن عاد إلى التشكيلة الأساسية وقدم مباراة رائعة في ظل الغياب الماضي. أيضا مؤمن زكريا، وفي خط الهجوم عمرو جمال. هنروح ونشوف مع بعض تشكيلة نادي سموحة ومستر رافييرا والقيادة الفنية لأولى مبارياته هذا الموسم، وابتدى بمهدي سليمان، محمود عزت، أيمن أشرف، الشمال السيد فريد، يمين كواكو منصا، أحمد نبيل مجة، محمود السيد، أحمد حمص، أحمد تمساح، واثنين في خط الهجوم بانو جوارا وحسام باولو هداف الدوري المصري لكرة القدم. معانا تصريح لمستر مارتن يول عقب انتهاء اللقاء واللي قال فيه من الافضل ان يسجل عمرو جمال، واخدين بالنا ان في تهديد في هذا التصريح، واستمرار احمد عادل بدلا من شريف اكرامي امر بسيط. وعبر المدرب الهولندي مارتن يول عن استيائه من ضغط المباريات واللي بيعاني منها فريق النادي الاهلي في الوقت اللي لم يحصل فيه الفريق على راحة سلبية أو فترات توقف بين الموسم الماضي والموسم الجديد. وقال مستر مارتن يول في المؤتمر الصحفي بعد مباراة سموحة: سنحاول تجهيز اللاعبين ليكونوا لائقين بدنيا وسنفعل ذلك بقدر المستطاع، ولكن ما يحدث هنا في مصر لا يحدث في أي مكان آخر في العالم، فقط يحدث هنا. مدرب الأهلي علق على فوز فريقه على سموحة قائلا: قمنا بشحن البطاريات جيدا بعد مباراة الوداد المهمة الأفريقية، والمهمة أصبحت صعبة وتعرضنا لكثير من الإصابات في هذه المباراة، ولذلك بدأنا أمام سموحة بدايتنا عفوا أمام سموحة كانت قوية. مستر يول أضاف: سعيد بالأداء اللي قدمه عبدالله السعيد بعد عودته من الإصابة، لقد قدم نفس الأداء الذي كان يقدمه قبل شهرين، وكذلك راضي عن أداء عمرو جمال، لكن من الأفضل له أن يسجل. مدرب الأهلي أنهى بالتعليق على حراسة المرمى قائلا: عندما بدأت مهمتي كان أحمد عادل هو الحارس الذي يشارك، وعندما عاد إكرامي من الإصابة كنت راضي عن أداء عادل، ولكني أعدت مرة أخرى لمقاعد البدلاء، الأمر بسيط للغاية. ومعايا على الهاتف أحمد سمير مدرب نادي سموحة. كابتن أحمد مساء الخير وأهلا بك معانا. الحمد لله. كابتن احمد هارد لك، يعني مباراه كانت صعبه جدا، وخصوصا انك بتقابل النادي الاهلي بطل الدوري واول مواجهه فنيه ليكم كجهاز فني، وايضا دفعتوا ببعض اللاعبين. شفت الهزيمه النهارده ازاي، وهل كنتوا قريبين انكم تحققوا نتيجه ايجابيه؟ الحمد لله رب العالمين طبعا على النتيجه وعلى الاداء، وخاصه الشوط الثاني. الشوط الاول احنا اللي كنا بنعمل اخطاء بنفسنا، مستر فيرا احنا اخطائنا احنا كانت بايدينا، النادي الاهلي لحد الدقيقه 44 بدات الرايه 44 ما راحش على الجول، كره ضربه ثابته من الكورنر تعبت سعد سمير حتى الجول ده، اعتقد توقيت الهدف هو اللي صعب شويه الامور، وخاصه كمان نادي سموحه بقاله اكثر من 3 أسابيع ما بيلعبش مباراه رسميه، النادي الاهلي موجود في ثالث بطوله افريقيه، فده كان فيه برضه اللود علينا شويه، وخاصه الشوط الاول. الشوط الثاني الحمد لله عملنا تغييرات، اعتقد ان احنا كنا افضل كتير الشوط الثاني من الشوط الاول، يعني الحمد لله.
ده كان كابتن احمد ايضا نفس تعليق مستر فييرا بعد المباراه، وقال ان انا خسرت المباراه في الشوط الاول. كابتن احمد، كنت متوقعين ان المباراه ممكن تروح للاشواط الاضافيه، وعشان كده ما بداتوش بالشكل اللي الناس كانت متوقعاه في بدايه المباراه؟ لا، مش القصه كلها، هي القصه كلها زي ما بقول لك، ان الهدف توقيت الهدف هو اللي في الدقيقه 41. فانت داخل ثلاث اربع دقايق وهتخش على اوضه الغرف الملابس، تبدا تحط تاخد الثاني او تصور للشوط الثاني زي ما عملنا. كان المباراه متقسمه كذا جزء، خاصه زي ما بقول لك ان النادي سموحه ما لعبش مباراه رسميه من اكثر من ثلاث اسابيع، فبرضه ده كان مخلي الريتم في الشوط الاول بطيء شويه. الحمد لله رب العالمين، رجعنا قدرنا نرجع على الشوط الثاني، بس ما وفقناش ان احنا نحرز اهداف. اعتقد الشوط الاول كنا الثاني كنا افضل كتير، وكان ممكن نتعادل. عملنا تغييرين مبكرين جدا، اسلام محارب نزل بين الدقيقتين، وبعد سبع ثمان دقائق او 10 دقائق خرج سباح، فنزل حسام حسن برضه. فالحمد لله التغييرات برضه ركبتنا الماتش الثاني بنسبه افضل كتير من الشوط الاول. تمام. زي ما بقول لك الحمد لله. احنا كابتن احمد، كنت عايز اسالك عن دياورا المهاجم واول مشاركه ليه مع سموحه، عايز اعرف تعليق مستر فييرا عليه. لا، اعتقد ان تعليق مستر فييرا وتعليق الناس كلها، فايز الراجل كان ظهر بمظهر كويس جدا ومركز جدا، وكل الكرات اللي جات له اتعمل بيها بمنتهى الجديه ومنتهى الاحتفاظ على الكوره وبيقف على كورته، وعنده ثقه في نفسه، تحس ان هو مش اول مره يلعب دوري، وتحس ان هو عادي يعني النادي الاهلي نادي كبير وكل حاجه، بس تحس ان الراجل عنده ثقه في نفسه مش فارق معاه وبيتعب، بس كان جاله سوء توفيق، بس ان هو اتصاب، جاله شد في الضمه، ف اضطر ان هو ما يفتحها يعني حمل على نفسه لغايه لما خرجنا الشوط الاول، بس اديني الشوطين قال لي مستر فييرا انا مش قادر فغيرنا، فده كان برضه سوء توفيق لينا وليه يعني. هارد لك كابتن احمد سمير مدرب عام نادي سموحه، اشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معانا النهارده، وبالتوفيق ان شاء الله لنادي سموحه والمتوقع منه المزيد خلال الفتره القادمه، في ظل طبعا التدعيمات الكبيره واللي تم ابرامها خلال الفتره الماضيه، وعلى راسها مستر فييرا الجهاز الفني، وايضا حضرتك كابتن احمد سمير المدرب العام. هنكمل اخبارنا المحليه والخبر التالي من داخل نادي الزمالك القلعه البيضاء، وهنشوف ابراهيم عبد الخالق رايح فين الموسم القادم، واللي مدد عقده مع نادي الزمالك موسمين قبل الإعارة لدجلة. وقع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتقل حديثا إلى صفوف نادي وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الجارية على عقود جديدة للقلعة البيضاء، حيث قام عبد الخالق بتمديد تعاقده لمدة موسمين قادمين في حضور إسماعيل يوسف رئيس قطاع الكرة، وأيضا حمادة أنور المدير الإداري للأبيض. ومن المنتظر أن يوقع اللاعب على عقود انتقاله لدجلة لمدة موسم على سبيل الإعارة، وظهر الغد أو في ظهر الغد عفوا بمقر نادي وادي دجلة. خبر يمكن غير سعيد لعشاق النادي المصري البورسعيدي، وفي كذا حلقة من إكسترا تايم وأيضا ضيوفي الكرام أشادوا بمجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي برئاسة الأستاذ سمير حلبية ما قدمه خلال العام المنصرم، ولكن منذ الأستاذ كامل أبو علي الرئيس السابق لنادي المصري وتقديم استقالته، كل المجالس التي تأتي على النادي المصري بتكون مكلفة لتسيير الأمور لمدة عام، والعام انتهى لصالح الأستاذ سمير حلبية ومجلسه الموقر. مجلس المصري يتقدم باستقالته بعد انتهاء المدة القانونية. وأعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة الأستاذ سمير حلبية عن استقالتهم بعد انتهاء المدة القانونية ليهم، وقام أعضاء المجلس بإبلاغ محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بالاستقالة. وأشار محمد قابيل عضو مجلس الإدارة: لا أحزن من الجماهير، هجومهم على المجلس لحظة غضب، ونتقبل الأمر بشكل محترم. وكان بعض أعضاء مجلس الإدارة قد أبدوا استياءهم من هجوم عدد من الجماهير بسبب بيع محمد بجدي مدافع الفريق لنادي الزمالك. وأضاف قابيل في تصريحاته: مدة المجلس انتهت بعد مرور عام، لم نتلقى أي إخطار رسمي بتمديد الفترة.
محمد مجدي احدث الصفقات داخل القلعه البيضاء واللي انتقل من النادي المصري البورسعيدي لنادي الزمالك بمبلغ 5 مليون جنيه. وكنت قلت لحضراتكم ان نادي الزمالك طالب محمد مجدي من فتره طويله جدا، ولكن التوأم حسام وابراهيم حسن كانوا رافضين هذه الصفقه، ولكن في يوم وليله تفاجأنا ان محمد مجدي انتقل لنادي الزمالك ب 5 مليون جنيه. طبعا جماهير النادي المصري ما عجبهاش هذه الصفقه لانهم كانوا يتمنوا الاحتفاظ بمحمد مجدي، واللي وجه رساله لجماهير النادي المصري واللي قال فيها: أشكر من أهانني وكنت أتمنى الاستمرار، لكن مجلس حلبية قرر بيعي للزمالك. وحرص محمد مجدي ظهير أيسر النادي المصري السابق والمنتقل حديثا لنادي الزمالك على توجيه رسالة إلى جماهيره من خلال صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وإلى جماهير الفريق البورسعيدي بعد غضبها الشديد من انتقاله. وقال مجدي: كنت أرغب في البقاء في النادي وأبلغت كابتن حسام حسن المدير الفني للفريق، ولكن اتفاق مجلس حلبية حسم الأمر. واختتم تصريحاته: أتمنى من الناس أن تدعي لي وليس علي، ولا أنسى أفضالكم وكابتن حسام، وبشكر الجميع حتى من أهانني. نادي الإسماعيلي بيستعد للقاء مرتقب أمام نادي الزمالك بعد غد في دور الثمانية من مسابقة كأس مصر، واللقاء هيتم أو هيتلعب على استاد برج العرب. ولكن نظرا لطبعا وجودهم في معسكر مغلق قبل المباراة بيومين، كان لابد من لاعبي الإسماعيلي أنهم يحتفلوا بعيد ميلاد كابتن خالد القماش قبل مواجهة الزمالك. واحتفل لاعبي الفريق الأول بنادي الإسماعيلي بعيد ميلاد المدير الفني كابتن خالد القماش 55 عاما على مائدة العشاء في فندق الفريق. وحرص لاعبي الإسماعيلي والجهاز الفني على إحضار تورته باحتفال المناسبة الخاصة للمدير الفني. ويستعد النادي الإسماعيلي للقاء الزمالك والمقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات دور النصف النهائي من مسابقة كأس مصر. سريعا هنروح ونشوف تعليقات حضراتكم بخصوص من هو نجم لقاء اليوم ما بين الاهلي وسموحه، وهنشوف تعليقات حضراتكم سريعا قبل نهايه حلقتنا. ياسر محمود: مساء الخير على احلى برنامج، اشكرك. نجم المباراه كان احمد عادل عبد المنعم. محمود كاتب: وليد سليمان وبس. عادل الشيخ بيرد عليه بيقول له: مؤمن زكريا. محمود أيمن كاتب: من وجهة نظري وليد سليمان وأحمد عادل. محمد حمدي بيقول: أنا كزملكاوي أحمد عادل ووليد سليمان. خالد حنفي كاتب: وليد سليمان بلا منازع نجم الفريق آخر خمس مباريات. وسام بدر والتعليق الأخير: عبد الله السعيد وأحمد عادل مفيش كلام. يعني معظم تعليقات حضراتكم من حصلت ما بين أحمد عادل عبد المنعم، ويستمر في تألقه في حراسة مرمى النادي الأهلي بالإضافة لوليد سليمان، واللي أيضا بيستمر في تألقه مع النادي الأهلي. وعودة حميدة لعبد الله السعيد بعد إصابة استمرت أكثر من 55 يوم. بشكر حضراتكم طبعا لحسن المتابعة، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا النهاردة من إكسترا تايم. استنونا إن شاء الله بعد بكرة وأخبار بالتأكيد جديدة وأخبار حصرية فقط في إكسترا تايم. تصبحوا على خير. We'll be right back.